الخير. مساء الخير مساء الخير مجد، اهلا بكم. اهلا بكم. مساء الخير مشاهدي الافاضل، اهلا بكم. رغم مرور تقريبا 5 أيام على ترسيم التقنيه السربيه راجيفيتش الا ان لاعبي الخضر لم يتفاعلوا مع قدومه باي تصريح او تعليق على مثل ما هو المعتاد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام والتخوف في ان الواحد في ظل العلاقه الوطيده التي كانت تربطهم مع الناخب الوطني السابق الفرنسي كريستيان غوكيف وعدم استوعابهم لرحيله. والتفاصيل مع ياسين العسلونية. على الرغم من مرور أزيد من 5 أيام كاملة على تنصيب السربي ميلوفان راجيفيتش على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، الحدث الذي عانى الجميع في الجزائر وخارجها إلا لاعبي الخضر الذين وعلى الرغم من أنهم المعنيين الأوائل بتعيين خليفة بوركيف، إلا أن اسم السربي غاب عن لسان نجوم الخضر في خطوة تطرح أكثر من علامات استفهام بالموازاة مع العلاقة الطيبة والقوية التي كانت تجمع رفاق الحارس بولحي بكريستيان غوركيف وتأسفهم على رحيله في العديد من المناسبات. Ceux qui sont partis, mais on respecte tout ce qu'il a fait pour cette sélection et on apprécie Christian Gourcuff franchement parce que c'est un très bon coach. Et il y a un changement, c'est un départ du coach, forcément c'est un changement pour n'importe quel joueur, n'importe quelle sélection ou club. Donc c'est tout, c'est derrière nous, le coach a fait son choix. Samtun قد يسبق العاصفة. هذا ما يخشاه المتتبعون انطلاقا من أن صمت خاصة ركائز التشكيلة الوطنية قد يفهم على أنه رسالة واضحة المعالم للقائمين على المنتخب الوطني على أن غصة عدم الاحتفاظ بالتقنية الفرنسية ما زالت قائمة، يطرح السؤال عن ما إذا كان التمرد هو عنوان المرحلة القادمة في بيت الخضر أم أن احترافية وحتمية القبول بالأمر الواقع هو الأقرب إلى ذات الواقع. رياض محرز، وبتواضع كبير وإن تحاشى التعليق على اختيار المدرب راجيفا كمدرب للخضر إلا أنه أكد أن التحدي كبير لكسب تأشيرة تأهل إلى مونديال روسيا. في رأس الأصول ببني سنوس عاد الحنين بنجم الخضر وليستر سيتي رياض محرز، استقبال حافل لأفضل لاعب في الدورية الإنجليزية الممتاز وتكريم خاص من قبل السلطات المحلية لولاية نمسا. C'est toujours un honneur de venir en Algérie, surtout dans ma ville, voilà où j'ai grandi, où je suis venu chaque année avec mon père, la Lahmo. Et comme j'ai dit, c'est un honneur, je suis très content. Et Inch'Allah, voilà, on aura plus de bonnes choses dans nos vies à nous deux et à toute la ville. Inch'Allah que l'Algérie, voilà, on la représente de plus en plus dans le monde. رياض محرز، وبتواضع كبير وإن تحاشى التعليق على اختيار المدرب راجيفا كمدرب للخضر إلا أنه أكد أن التحدي كبير لتقل أسمى معانيها في طابع إنساني عكسته زيارة بعض لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدمهم إسلام سليماني لمرضى العيادة المركزية للمحروقين بالجزائر العاصمة. Une bonne chance pour nous et pour les enfants derniers, qu'au moins ils soient là, je suis bien. Je pense qu'Inch'Allah, Mashiach, la dernière fois, des joueurs de l'équipe nationale algérienne. C'est un modèle pour ces jeunes, ces enfants, ils m'ont fini chou pour تقديم الهدايا واخذ صور تذكاريه صنع اجواء حميميه بين المرضى والعناصر الوطنيه، امر استحسنه كثيرا ياسين بنزيه وهشام قراوي بحضور ايضا الممثله الصاعده سهيله معلم. Ça fait du bien de visiter les malades, ça prouve que dans la vie il n'y a pas que le football. Donc je pense qu'ils vivent des moments pas faciles, donc on est là pour essayer de leur donner le sourire. Nous on est content de venir ici. Et... le courage à l'aïbé, je vous dis de nous chauffer malade parce que un des éléphants est rare, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. وبما أن الحدث تزامن وشهر الصيام كانت الفرصة أيضا لمحترفين بمشاركة هؤلاء مائدة الإفطار الجماعي وصنع أجواء مميزة، حدث كان الراعي الرسمي للرياضة الجزائرية موبيليس طرفا في تنظيمه. ودينا أن نشارك لأول يعني مرة في هذا رمضان هذا الإفطار مع مشاهير وطنية واللي راهم شرفوا الجزائر باش نوريو باللي ان مع الشهره ايضا كاين معاناه اللي لازم نتقاسموها مع بعض المواطنين الجزائريين. مع
مهمة صعبة تنتظر في كأس العالم وما أبرزته من نتائج تحديدا بالنسبة للمنتخبات العربية. نتابع هذا التقرير ومثل ما تحدث عن هذه القرعة. حبست الأنفاس قبل انطلاق القرعة. خمسة منتخبات عربية تطمح لتفادي المواجهات المباشرة، لكن لا منص من أن يسفر السحب عن مواجهة عربية على الأقل. كريات القرعة لم تكن رحيمة بالمنتخب الجزائري متصدر التصنيف الإفريقي، فأوقعته في مجموعة حديدية تضم منتخبات مونديالية أبرزها نيجيريا بطلة إفريقيا عام 2013 والكاميرون الذي يعد من أبرز المنتخبات الإفريقية، بالإضافة إلى منتخب زامبيا المتوج باللقب الإفريقي في نسخة 2012. مهمة صعبة تنتظر الجزائريين لتكرار سيناريو النسختين السابقتين. أما المنتخب التونسي فقد حلفه بعض الحظ عندما حل في المجموعة الأولى، حيث سيكون في مواجهة عربية مع منتخب ليبيا، وتضم المجموعة الأولى فضلا عن تونس وليبيا كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا. المنتخب المغربي الغائب عن المونديال منذ 98 وقع في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات قوية أبرزها حامل اللقب الإفريقي كوت ديفوار، بالإضافة إلى منتخبي مالي والغابون. القرعة وضعت المنتخب المصري الغائب عن العرس العالمي منذ عام 90 في المجموعة الخامسة، حيث يواجه منتخبا قويا هو الآخر متمثلا في غانا، بالإضافة إلى منتخبي الكونغو وأوغندا. وضمت المجموعة الرابعة منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى بوركينا فاسو والرأس الأخضر. القرعة جاءت نوعا ما قاسية على بعض المنتخبات وجاءت سهلة على منتخبات أخرى. المجموعة الأولى التي تضم المنتخب التونسي إضافة إلى ليبيا، الكونغو الديمقراطية وغينيا. المجموعة الثانية تضم زامبيا، الكاميرون، نيجيريا والجزائر. المجموعة الثالثة تضم الغابون، المغرب، ساحل العاج ومالي. المجموعة الرابعة تضم بوركينا فاسو، السنغال، جزر الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا. والمجموعة الأخيرة تضم أوغندا، غانا، الكونغو والمنتخب المصري في هذا المجموعة. محمد، كما تحدثنا هي رحيمة على بعض المنتخبات كالمنتخب التونسي مثلا، صعبة على منتخبات أخرى الجزائر والمغرب، خاصة أن نتحدث أنه فقط متصدر المجموعة هو من سيتأهل. بالتأكيد أعتقد المجموعة، المجموعات خصوصا مجموعة المنتخب الجزائري هي مجموعة الموت، بقية المجموعات متوازنة متقاربة إلى حد كبير. مهمة المنتخب التونسي البعض بيشوفها سهلة، لكن المنتخب التونسي دائما لديه صاحب فصول باردة في تصفيات كأس العالم، دائما بيخرج أمام المنتخبات اللي غير مصنفة، يمكن ده تكرر أكثر من مرة. بالنسبة للمنتخب الجزائري أعتقد أن المنتخب الجزائري منتخب قوي وقادر أن هو رغم صعوبة المجموعة يتأهل لنهاية كأس العالم. الكاميرون ونيجيريا وزامبيا فرق كبيرة لكن ليسوا بنفس القوة، شفنا حتى نيجيريا في مجموعة مصر قدر المنتخب المصري يتفوق عليها ويتصدر المجموعة ويتأهل للأدوار النهائية. لو تحدثنا عن المنتخب المصري، عودة لمواجهة غانا مرة أخرى وسيناريو الستة يلقي بظلاله. في أيضا في مجموعة مصر المنتخب الكونغولي، أعتقد أن هو من المنتخبات اللي هتكون صعبة جدا وستحسن بشكل كبير الفريق المتأهل. بالنسبة لمنتخب المغرب في مجموعة الجابون المستضيفة لبطولة كأس أفريقيا 2017، أيضا مالي وكوديفوار من الفرق التي لا يستهان بها. أخيرا تونس فرصتها مع ليبيا وغينيا وجمهورية الكونغو تبدو هي الأسهل، لكن في النهاية نتمنى إن شاء الله نشوف أكثر من منتخب عربي ولا يتكرر سيناريو المونديال الأخير بوجود الجزائر فقط. نعم، سنتابع بشكل سريع ردود الأفعال تحديدا حول مجموعة المنتخب المصري. كابتن المنتخب المصري سابقا أحمد حسن يقول مجموعة مصر جيدة وقادرون على التأهل للمونديال بإذن الله. بشكل سريع كابتن محمد حمادي، أعطينا منتخب عربي تتوقع أن يتأهل؟ أتوقع أنا بالنسبة لمنتخب الجزائر أن يتأهل، لأنه فعل طفرة كبيرة في نوعية اللاعبين حتى لو هذه المجموعة صعبة. بعد كفي إنه يعني طفرة استثنائية بالنسبة إلى نوعية اللاعبين بقيادة رياض محرز. الكاميرون لم تعد الكاميرون التي نعهدها، ونيجيريا لم تعد نيجيريا التي نعهدها. بالنسبة إلى منتخب مصر، لا شك على أنه سيواجه منتخب قوي جدا، غانا كما تفضل حمد 6-1 في التصفيات في 2014، على الرغم من أن مصر فازت 2-1 بالكم. المغرب مطلوب منه أن يسر أيضا أمام كوت ديفوار وساحل العاج، وبالتالي هل يفعلها؟
المهم قد تكون تونس بالفعل للأمانة تونس ربما تكون مهمتها نسبيا الأسهل. إن شاء الله على كل أن نتابع منتخب عربي في المونديال. شكرا لك كابتن محمد مالكي. الجزائر والمغرب خاصة أن نتحدث أنه فقط متصدر المجموعة هو من سيتأهل بالتأكيد. أعتقد المجموعة